السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هنا هكذا الاولاد تاع ليزيكول كي جونا نعطيهم كامل المعلومات على الزواحف وعلى البيئة وكيفية الحفاظ على البيئة، ومن بعد كي نكملوا كامل ندير لهم استعراضات صغيرة هكذا مع الكبرى. هكذا لازم ولادنا الصغار نعلم لهم من درك نخدموا فيهم كيفاش يكونوا نظاف، كيفاش ما يرميوش الوسخ في الارض، كيفاش يحتفظوا على الحيوانات، وشنو هما الزواحف، علاش الزواحف خلقهم ربي في الطبيعه، وشنو هو التوازن البيئي نتاعهم، كيفاش يديروا السبات الشتوي، وقتاش يدخلوا في السبات، وقتاش يخرجوا، وعلاش ربي دار لهم السبات الشتوي، وميم طون وقتاش يبدلوا الجلود نتاعهم، راك تشوفوا ولا الجلود نتاعهم. فوالا هذه هي الكبرى الجزائريه السوداء اخضر افعى في الجزائر وفي شمال افريقيا. فوالا هذا دي لامب بروفيسيونال سبيسيال سخانه.